أهلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. نحن الآن داخل مقر مجلس المستشارين دائما لتغطية مشروع قانون المالية وما يعرفه من نقاشات. سوف نلتقي خلال هذا اليوم مع النائب، مع المستشار البرلماني خلي هنا القرش، منسق الفريق الكونفدرالي الديمقراطية للشغل، وهو واحد من القيادات الكونفدرالية. سوف نناقش معه عدد من القضايا المرتبطة بمشروع قانون المالية فيما يخص التعديلات التي قاموا بها، وأيضا إلى أي حد تم قبولها أو رفضها أو التحفظ عليها. ثم سوف نناقش معه أيضا موقعهم كمعارضة داخل مجلس المستشارين. أول سؤال سيد قرش، شكرا جزيلا لك أنت سيد المستشار عن فريق الكونفدرالي. يعني الآن نحن في خدمة تصويت ونقاش ديال القانون المالي، شنو ملاحظاتكم على هذا مشروع القانون المالي؟ أولا نشكر موقع أنفاس بريس ونشكر جريدة الوطن الآن على هذه الاستضافة. نعرفوا أن السياق العام اللي جات فيه هذا القانون المالية ولا انبثاق هذه الحكومة اللي جات بعد واحد الانتخابات اللي عرفت مجموعة من استعمال المال ومجموعة من الأمور وصناعة واحد الخريطة انتخابية معينة لأول مرة في التاريخ بثلاث أحزاب شكلت الأغلبية، رفعت شعارات كبيرة ووردية على المستوى الانتخابات. كانت انتظارات الشعب اللي توجه يوم الانتخابات بناء على هاد الوعود الوردية اللي رفعتها أحزاب الأغلبية الحكومية، وكان أساس وشعار هذه الحكومة هو الدولة الاجتماعية واللي استبشر به الجميع الخير. لكن مباشرة وبعد عرض برنامج الحكومة برنامج المالية تبين بالملموس أنه بعيد كل بعد عن هذا الشعار المرفوع ولم يعطي أي قيمة للقطاعات الاجتماعية، خصوصا أنه جاء في واحد الظرف استثنائي. كان خاصني يكون عندنا برنامج حكومي ومشروع مالية استثنائي لحل مجموعة من المشاكل، ولا رأسها أنه احنا كيفنا مرقنا من جائحة كورونا. هذه الجائحة اللي خلفتنا واحد مجموعة من المشاكل على المستوى الوطني، على رأسها أنه فقدان واحد الآلاف ديال مناصب الشغل نتيجة توقف المؤسسات الإنتاجية وتوقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية. هذه الجائحة اللي عرت واقع الحقيقي للقطاعات الاجتماعية ديالنا، وعلى رأسها التعليم والصحة، غياب بنية تحتية حقيقية في البلاد. هاد الامور كان خاصنا نشوفوا في مشروع قانون ماشي جديد، ولكن اللي شفنا انه هو لا يختلف عن المشاريع الماليه للحكومات المتعاقبه منذ الاستقلال. مشروع ماليه محاسباتي عنده مقاربه ماليه وتناسات كيجاوب على التوازنات الماليه وتناسات التوازنات الاجتماعيه هي الاساسيه. اذا شنو هي الملاحظات ديالكم او التعديلات اللي تقصدتوا بها على هذا مشروع قانون الماليه؟ التعديلات اللي قدمتها الكونفدرالية كتماشى مع قناعاتها ومع مبادئها، هي أولا خلق عدالة جبائية. من هذا الموقع أننا دائما كنا نطالب بعدالة جبائية، أولا ضرورة فرض ضريبة على الثروة لأنه ميمكنش نبقى ديما نعتمد على الضرائب الخاصة بالمواطن، وضرورة مراجعة الضريبة على الدخل الخاصة بالأجراء الموظفين اللي هي كتساهم في ضرب القدرة الشرائية والمستوى المعيشي، وأيضا وتفرضت بعض الضرائب على بعض المواد الاستهلاكية للمواطن، اللي حتى احنا درنا تعديلات سموها. ايضا درنا ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على الادوية، لانك تعرف انه 35% الناس كتعدي من جيبها، مازال ما كانتش في فوق انه تعميم مشروع حماية اجتماعية. خصنا نديروا هذا الاجراء القانوني باش نخفوا شوية السلل الاستهلاكية على سموها. ايضا طرحنا ضرورة رفع المناصب المخصصة للتعليم ورفع المناصب الشغل المخصصة للتشغيل وإلغاء التعاقد، وهادو أمور هي اللي كتبني دولة اجتماعية حقيقية وتوفر خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ومجانية للمواطن. أيضا قلنا بوضوح حان الوقت لإنهاء هذا الملف ديال التعاقد وخلق واحد الاستقرار مهني للجميع ومحاربة الهشاشة الاجتماعية من داخل قطاع التعليم. ولكن للأسف أنه جميع التعديلات كانت مرفوضة من طرف الأغلبية الحكومية. هنا كيتجلى أنه فعلا ليست هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة ولا الأغلبية الحكومية في تفعيل شعارهم اللي رفعوه بين قوسين كنقولوا أبان الحملات الانتخابية، وهو الدولة الاجتماعية. على ذكر هذا التوازن الاجتماعي، والكونفدرالية معروف على أنها حاملة هم الاجتماعي الوطني النقابي، يعني إلى أي حد لمستم هذا الهم الاجتماعي حاضر أو غيب ضمن هذا البرنامج ضمن القانون؟
القانون المالية. بكل تأكيد أنه الهم الاجتماعي كان غايب بشكل كبير على مشروع المالية، لم يستحضر الهم الاجتماعي، لأن قلت لك شدوه بما هو تقني اقتصادي محاسباتي محض، لم يختلف عن مشاريع المالية السابقة، لأنه لم يستحضر قطاع التعليم اللي كان اللي كيعيش توترات واحتقان اجتماعي حقيقي. الآن نتيجة فرض التعاقد وزادوه بالقرار الأخير اللي كان كارثي وصدمة للشعب المغربي وصدمة للشباب المغربي كامل العاطل على العمل، هو التسقيف 30 سنة واللي كندينوا هذا القرار وكنطالبوا الحكومة باش تسحبوا، لأنه لن يخدم لن يزيد إلا توتر احتقان قطاع الصحة اللي كنا كنتظروا أنه تخصص له مناصب مهمة من بعد أنه بان دوره المحوري في جائحة كورونا. تفاجئنا أنه كيعطونا 5000 مصري الشغل هذه السنة، ولكن تناسوا الناس اللي غتمشي للتقاعد تناسوا أن وزير الصحة صرح أنه باش خصنا 97000 مصري شغل باش يلاه نخدمه. ميزانية العام الدولة لم تخصص إلا 7% من ميزانية القطاع الصحة، في الوقت أن المعدل العالمي كيقول خاصنا نخصصوا 12% لهذا القطاع. هذا القطاع فيه فوارق مجالية كبيرة على المستوى الوطني. مثلا نجيك الأقاليم الجنوبية مازال عندها نقص حاد في قطاع الصحة، مازال المواطن في هذه الأقاليم خاصو يلتقي لأكادير والرباط والدار البيضاء باش يصاح. نفس الشيء المناطق الشرقية حتى هي كتعاني. يعني خاصنا نفكروا تفكير حقيقي لهذا القطاعات الاجتماعية اللي هي التعليم. التعليم ما يمكنش نمشوا الإصلاح دون خلق واحد القانون الأساسي المنظومة التعليمية كاملة دون إنهاء التعاقد، لأنه فاجئنا أنه واحد 17000 مصيب شهر حاسبينها في إطار ميزانية تسير لدى الأكاديميات ونوار 350. وهذا الإشكال الحقيقي كنقولوا أنه رجال وسيادة التعليم ليسوا ميزانية تسير، ليسوا معدات، هم الكرامة الأساسية للشعب المغربي، هم اللاعب الأساسي في هذه العملية. نعم، أنتم داخل الفرق الكونفدرالي أو النجوم الكونفدرالية، كيفاش كتصوروا العمل ديالكم في ظل المعارضة والحديث على أنه كاين تغول ديال الأغلبية؟ احنا نعاني فعلا من هذا التغول هذا اللي قلت لانه منذ التحاقنا بالمجلس نعاني التغول. اولا انه مازلنا نطالب حتى في حقنا في التوقيت باش التعبير عن ارائنا، رغم ان الدستور اعطى الحق المعارضه في ممارسه المعارضه الحقيقيه، حتى النظام الداخلي اعطانا الحق في الممارسه، ولكن نرى ان الاغلبيه الان الحكوميه لا تريد سماع اي صوت معارض لمواقفها، ليست مستعده لسموها. وهذا تجلى لأنه قرارات انفرادية. لو كانت هذه الحكومة ولا الأغلبية الحكومية غتسمع تصنت للشعب الآن اللي مرق مباشرة وراء هذا القرار ديال التسقيف ديال السن، اللي مرق للشارع بشكل احتجاج سلمي، بل واجهته بواحد المجموعة من القمع اللي غير مقبول. احنا مطالبين الآن في هذه المرحلة، ولا قلت لك كنعيشوا مراحل استثنائية بعد جائحة كورونا اللي كاين تفشي الفقر وزيادة نسبة البطالة في الشباب، واحد المجموعة من الأمور اللي كتساهم في التوترات سمو. من هذا الموقع كنا ككونفدرالية ديمقراطية الشغل راسلنا رئيس الحكومة في الأسبوع السابق بضرورة فتح حوار ثلاثي أطراف أقرب الأجل، لأنه هذه التوترات ليست في صالح الدولة وليست في صالح الشعب والاستقرار. من هذا الموقع كنقولوا أنه حان الوقت لإنصات للشعب، حان الوقت لإنصات المعارضة من داخل المؤسسة الدستورية، وحان الوقت لفتح حوار حقيقي مؤسساتي اجتماعي لحل هذه المشاكل العالقة، لأن بدون حوار ما يمكنش نمشوا نلقاو حلول، وإلا نطرح سؤال من المستفيد من هذه التوترات ومن هذا الاحتقان الاجتماعي اللي ربما ليس في صالحنا، لن يشجع على جلب استثمار اللي اصبح خاص يكون جلب استثمار باش يحل معضله البطاله. خاصنا نعطوا ثقه للمستثمر الاجنبي، لانه احنا الان راه عندنا واحد الموازين غير متساويه. مازلنا كنعتمدوا في الدوله على الاستثمار العمومي اكثر من الاستثمار الخاص، وهذا الشيء غير سليم في اي اقتصاد. طرح الحكومه اللي قالت انه 3.2 معدل النمو هو معدل لن يساهم بالبث يطلق في إقناع اقتصادي وفي خلق مناصب شغل، وهذا لن يزيد الأمور إلى في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية المتردية. أرجع بك السؤال، هو الموقع ديالكم كمعارضة داخل مجلس المستشارين إلى أي حد أنه كاين قوانين كتنظم العمل ديال الأغلبية والعمل ديال المعارضة، واش كاين تقيد بهذه القوانين هذه، واش كتشوفوا راسكم مظلومين من خلال هذه القوانين هذه؟ حنا كنشوفوا أنه فعلا كاين استهداف صوت الكونفدرالية مجلس المستشارين، كاين أطراف لا ترغب في سماع هذا الصوت، لأنه الصوت ربما اللي يعبر عن إرادة الشعب المغربي، يعبر عن معاناة الشعب المغربي بجميع أطيافه، الشغيلة والأجراء وحتى عموم الشعب. القوانين كتضمننا بعض الحقوق، لأنه الدستور أعطى الحق المعارضة، النظام الداخلي أعطى، لكن البعض
يبحث عن إسكات هذا الصوت. احنا من موقعنا كنا دائما مناضلين. الوضع الحالي اللي احنا كنعيشوه كمستشارين برلمانيين لن يزيل عنا ديك العباءة ديال المناضل، كنبقاو مناضلين من داخل الشارع، من داخل الساحة، ايضا حتى من داخل مجلس المستشارين، للتعبير عن إرادة الحقيقية لجميع الشعب المغربي في التغيير الحقيقي في حقه في كرامة وفي العيش الكريم وحرية، ومن حقه في العدالة الاجتماعية وتعزيم عادل وتعزيل توزيع عادل الثروات لهذا الشعب.